مين؟ مرحبا يا اختي. اهلين خيو، ميت السلامة. انتي مرته صاحب هذا البيت مو هيك؟ شلون لكان مرته وتعج راسه وحبيبة عمره؟ اختي جوزك رح يطلع تلفزيون بعد شوي، ابصر شو عامل، فقلت بخبرك جوز ما عندك علم. تلفزيون؟ لا والله ما عندي علم. ايش بده يطلع يساوي؟ ما بعرف، شوفي لحالك. يلا السلام عليكم. ابو الله لا يوفقك. تلفزيون يا ابو الزين؟ ايش عليه؟ انا بفرجيك. حبيبي لكن مشان هيك تليفونك مسكر. طول عمرك اناني، طول عمرك اناني. ايش عليه لو اخذتني معك على التلفزيون؟ ايش عليه؟ ايش عليه؟ انا كمان بغيظ الخلايا والجيران، بحق لك اللي ما بحق لي؟ بسيطه بسيطه يا حبيب، مسكره بسيطه. انا بفرجيك، انا بفرجيك وبيقشك قش ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، نذكر اننا بعد انتهاء النشره الاخباريه سنعرض لكم اعترافات الإرهابي الذي روع المدينة قبل أيام، والتي استطاعت القوى الأمنية إلقاء القبض عليه. لقاؤنا الإخباري على رأس الساعة القادمة بإذن الله. إلى اللقاء. إرهابي؟ شو هالحكي؟ الكرام، ما تزال النفوس الدنيئة والكريهة تنفث سمومها في جسد البلد، في جسد الأمن والأمان الذي يحياه المواطن ولا يطلب شيئا سواه. إلا أن هذه الحالة من التضامن والتكامل والحب لا تروق لبعضهم المتآمر المجرم الذي يسعى إلى تمزيق وحدة الأرض وسلامتها. فمنذ أيام قليلة استفقنا على نبأ تفجير إرهابي استهدف أرواح أهلنا وممتلكاتهم، وراح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح، إضافة إلى أضرار هائلة أصابت الأبنية المحيطة بمكان التفجير. ولأن قوى الأمن هي العين الساهرة على حمايتنا وحماية أطفالنا وغديهم المنتظر، فقد فكت لغز الشبكة الإرهابية بسرعة لافتة تشير إلى أننا حصن لا يمكن اختراقه، وأننا بمنأى عما تريده القوى الإمبريالية من وطننا الحبيب، مهما تآمرت ومهما جندت من ضعاف النفوس كي يعيثوا فساداً في أرضنا الصامدة. قائد هذه الشبكة الإجرامية سيقدم الآن اعترافاته الكاملة، منتظرين قصاصه العادل الذي سيكون عبرة لغيره من المرتزقة الجبناء. شو اسمك؟ ناجي عبد الرحيم، ملقب أبو الزين. احكي لنا كيف بدأت تشكيل المجموعة؟ أنا كان سيدي عندي محل فلافل، كنت عم بسترزق منه وأنا وعيلتي والحمد لله وماشي الحال، لحد ما إجا لعندي واحد اسمه أبو كرم، صار يجي يشتري من عندي وناخد ونعطي بالحديث ويفتح معي أحاديث. بعدين قال لي أنت ليش هيك وضعك ما منيح، لازم يصير وضعك أحسن ولازم تحسن أمورك. قلت له والله مو باليد حيلة. قال لي لا بلا، في طريقة بتكسب ذهب. قلت له إيدي بزنارك شو هي؟ قام قال لي إنه نحنا لازم هاي البلد كلها تتغير مشان يتحسن وضعنا كلنا، ووضعنا ما بيتحسن إلا إذا هذا النظام راح. قلت له أوف، شو دخل النظام؟ قام قال لي لأنه هدول العالم ما عم يخلونا نعمل اللي بدنا إياه، وما عم يخلونا نتنفس، لسه كل شوي بيطلعوا لنا قوانين وتعتير وأكل هواء، عفوا إنه بيطلعوا لنا قوانين وتعتير وهيك. قلت له إن شاء الله خير يا رب. طيب هات لشوف، خبرنا وين مسكت وكيف مسكت. في الغوطة الساعة 3 الصبح. وشو كنت عم تعمل هنيك بهيك وقت؟ كان عندي اجتماع. مع مين؟ مع مجموعة من الشباب. عن شو كان هالاجتماع؟ كنا عم نحضر للعملية الجاي. عملية شو؟ وهذا السهم الأبضاي اللي كنت جالاني مشانه، يعني انت وبايع جوزك وشيد راسك مشان هيك الشيلات. جماعة إرهابية؟ لكم. نعم سيدي، نحن طلع إرهابي حقير حقه فرنك. هاي المجموعة باعته وناسه ووطنه مشان شوية صغار. أول شيء هن كانوا يجوا لعندي زباين عندي بالمحل، يجوا يشتروا فلافل وهيك ويكرموني مصاري.
عم بعدين هيك شوي شوي كل يوم يجوا يترددوا وصارت علاقتنا احسن. بعدين صاروا يعزموني اطلع معهم مشاوير. بعدين قالوا لي تعا اعطوني مصاري مبلغ منيح، قالوا لي تعا اشتغل معنا مبلغ كبير من المال، قالوا لي تعا اشتغل معنا وجيت اشتغل معهم. الله لا يوفقك يا ابو الزين، ايش هالتعفيس هاد؟ ابو كرم هو اللي دزهم، هو اللي قال لهم يجوا، ابو كرم هو اللي قال لهم يجوا لعندي، اللي قال لهم هو اللي قال لهم مشان انه يعني انا يورطون. يعني بعت حالك وبلدك كرمال مصاري؟ الشيطان الشيطان يا سيدي الشيطان. ايه مو صحيح. طيب انه ابو الزين ما بيعمل كل هالحكي، اعوذ بالله والله غريب الليلي. انا اللي بعثه يا جماعه انه ابو الزين ما بيطلع بايده يقتل نبلي، بقى معقول يكون هو السبب بكل اللي صار؟ البلد في كفر وفي فن وفاسقين ودعاره، وقال لي انه ما بيمشي الحال الا اذا قضينا عليهم كلهم، فهن نفسهم اتفقوا. الله يوفقك يا ابو الزين، الله يوفقك. مش هيك مش هالمصيبة هاي، مش هيك مش اساوي. يا ويلي يا ويلي يا ام الزين، يا ويلك يا ام الزين. ارهابي ارهابي يا ابو الزين، ارهابي بعت الوطن. وانا عم بقول لحالي منين جاب حق المحل، منين جاب حق البيت؟ وباء وباء شو بتطلع غبية؟ ايش بدي اقول للجيران؟ ايش بدي اقول لاهلي في حلب؟ ايش بدي اقول للخلايق؟ اي فشلك الي ولك الف حبل مشنا وليقولوا ابو الزين خاين يا خديجه. وباء والله من الاصل من الاصل من الاساس انا كاشفه كاشفه، بس ما حدا بيسمع. بقر لان بقر لك والله الشيء ما بتصدق، ما حدا متوقع انه هو يعمل هيك. وعم تدافع عنه بكل وقاحه قدامي؟ لك والله لولا العيب والحياه غير خبر الامن عنك انه انت ارهابيه وشريكته، خلي ياخذوك يرموك بهالسجن وخليني اخلص منك ومن مراهقتك. هل بيحكوا عن جاله الاربعين وجاله الاربعين؟ تعالوا شوفوا لي جهله الستين. أهلين أبو نبال. أهلين يا أستاذ موسى، بس مالكم تأخرنا عليك. ما تأخرت اليوم، ماني نازل على القصر العدلي اليوم عطلي. كثير منيح معناها ما عطلناك عن شيء. أهلين. تفضل. والله زمان يا أستاذ موسى. شو بتحب نشرب قبل ما نقعد؟ لا لا ما في داعي نشرب شيء، عندي شغل ما بدي أتأخر. مثل ما بدك، تفضل. الو. احترامي سياده القائد، الله يسعد لنا صباح الصوت الحلو اللي اشتقنا له كثير. اهلين اهلين سياده القائد، قسما بالله خرمان على شوفتكم، الله يدم لنا اياكم ويخليكم فوق راسنا. ايه صلى الله. اهلين والله زمان يا ابو نبال العظيم. سيدي انا الحقيقه اعاني بمشكله كبيره بسبب ابو اياد، ابو اياد ما غيره. وإذا عندكم وقت فاضي بس لحتى أحكي لكم التفاصيل.
بهدلتيني الله يبهدلك. ليش بهدلتك؟ شو عاملة؟ قتلت ولا سرقت؟ بدك تسألي كمان؟ إلي عين ونص، أنا مو عاملة شيء. مو عاملة شيء ما بيجوا بياخذوكي بهالطريقة. بالله العظيم. يعني بس قربت القصة لعنا على البيت بنصير عايشين بالسويد، واللي مو عاملة شيء ما حدا بيعرب عليه؟ خلصي يا فاشرة، خلصي. لا يا سيدي ما حأخلص. أنت وأمي وأي واحد من أهل حارتك كان ممكن يكون بمحل اليوم. وليك اللي طلعت قدامكم بعد أقل من يوم. بقى شو بدك أكثر من هيك صارت أنت وأهل حارتك؟ فهم يا؟ يعني ما بصير يكونوا مشتبهين بالاسم؟ لو مشتبهين بالاسم ما بيبعتوا كل هالعناصر اللي ياخذوك بالقوة. لا بياخذوا كل عيلتي كمان مو بس أنا، حاج نكذب على بعض. بعدين لو القصة مثل ما عم بتقول قانون ما حدا بياخذوه بالغلط، كنت روح أسأله ليش سويتوا هيك مع بنتي؟ ولا الكل شاف يتقوى على الضعيف. لك خلصي! خلصي حتى ما تكسر زدانك! مطرح طمرت حالي! مو عيب الواحد ياخذ نصيحة من حدا أصغر منه ولو كانت بنته. إذا ما حسنت تقتل الخيال لا تضرب الخيل. حسان عيب عليك بلا أوامر بلا بطيخ ماني بتحرك لا تفوت لمعلم فيي شوف لمعلم طب بعد خلص ماشي اسمع بعد خلص معروف يا شوف جابر بي ولاحظ انا لهلا حقول لك بي المعلم ما بده يقابل حدا مو اذا بتقعد على الارض اذا بتجيب عفش بيتك كله بتحطه جنب الباب ما رح تستفيد لذلك يا ابن الناس حمل حمالك ما تطلع جنوني دراسي نزعل من بعضنا